هنا السؤال يا أستاذ أستاذي مين؟ بس عفوا خليني أعطي السيدة هون السؤال. طيب. إلا إذا كان عندك سؤال سريع. سريع. طيب تفضل. دكتور برهان. لقد شخصت المرض في جسد الأمة، فهل بالإمكان أن تصف الدواء لنا أو العلاج؟ وشكرا. شكرا. آخر سؤال تفضلي. عفوا شكرا للدكتور غليون ولمؤسسة الفكر العربي. أنا الدكتور فوزية العطية أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد. الحقيقة في عموم المجتمع العربي نجد أن هنالك تراجع في الثقافة. أعطي العراق نموذجا منذ 3 عقود ولحد الآن بسبب عسكرة المجتمع، بسبب تجزئة المجتمع، هنالك تراجع في الثقافة بين الشباب في المجتمعات. وأعيد مرة أخرى، أعطي العراق نموذجا، ما هو دور المثقفين العرب بشكل عام وعلماء الاجتماع بشكل خاص لكي نسترجع ثقافتنا بين شبابنا في المجتمع العربي؟ وشكرا. شكرا دكتور غليون. مجموعة كبيرة من الأسئلة ولا يزال هناك أكثر يعني، ولكن معنا داهمنا الوقت، إنما 7 دقائق إذا في مجال نعطي أجوبة سريعة. ما بدي أرجع أكد على مشكلة الهوية وظهور الإثنيات والصراعات الداخلية. أنا برأيي كل ما تعثر التقدم المادي، المادي ليس بمعنى المالي والاقتصادي، المادي بمعنى شروط حياة الناس يكونوا مرتاحين وعندهم كافين حاجاتهم، يزداد الصراع حول الهوية. الهوية ليس الصراع، نحن كنا عرب وكنا مسلمين، لم يكن هناك هذا الصراع حول الهوية من 20 سنة ولا من 30 سنة. كل ما ضاق الحال تعذر احترام الذات، هو جزء من أزمة الهوية، هي جزء من أزمتنا مع العالم وأزمتنا مع الواقع وأزمتنا الاجتماعي والوطني والسياسي والثقافي أيضا. ليست شيء موجود بالجسم أو بالإيديولوجيا أو بالثقافة العربية. فأنا ما بعتقد أنه هناك كارثة اسمها الأقليات والإثنيات والآخرية كما قلت، أنا بعتقد بالعكس، أن الناس يثمرون يستثمرون في هذه العصبيات تعويضا عن إمكانية أن يقوموا بعمل إيجابي، وتعبيرا أيضا عن نقص التفاعل والتفاهم والتكامل بين أطراف المجتمع، وكما قلت عدم وجود سياسات تفكر بالعالم، خيارات تفكر بالعالم العربي أو بالوطن على الأقل، بالقطر ككل، بالوطن وأيضا بمستقبل الأجيال القادمة. ليس هناك أزمة هوية مستحكمة لا يمكن أن تحل، هي مجرد شك بأنفسنا. نحن نشك اليوم بعروبتنا بإسلامنا، لأننا ليس لنا حضور على عالمي وليس لنا فعالية. الفعالية الحضارية هي التي تحل مشكلة الهوية. بدي ارجع للشباب. منيح انه تكونوا سعداء بانكم موجودين هون وانه عم توصلكم شويه موارد، بس انتم جزء من الموارد، من الفئه الصغيره التي تصلها موارد، ومع حق الانسه اللي حكيت اخر شيء هناك. لكن بيألمني انه كثير يعني تركزوا على شيء وتنسوا انه في مثلكم كثير، في مثلكم ملايين، مثل ما قالت السيدة، يساندون الحيط في البلدان العربية، ربما ما بلبنان مباشرة، أكيد مش ببلدان الخليج لأنه في ثروة استثنائية، لكن العالم العربي أغلبيته لا بلبنان ولا بلدان الخليج. في هذا العالم الثاني الناس يتنازعون على لقمة الخبز، يمكن أكثرنا ما نجاي من هالبلدان، لكن في أغلب هذه البلدان يتنازعون على لقمة الخبز بالمعنى الحرفي للكلمة، وليس فقط على موارد لإقامة جمعية ولا لعمل معرض ثقافي ولا معرض لوحات. هذا غير مفكر فيه أصلا. نحن نتحدث عن عشرات الملايين الذين لا أفق ولا وضع لهم خارج المكان، خارج أي وضع. بالتأكيد في ناس كمان بيستخدموا الكمبيوتر اليوم بالخليج أحسن من أمريكا، لكن هذا ما هو التقدم؟ هذا ما بيعبر عن تقدم على الإطلاق. نحن نستورد الكمبيوتر بيصير تقدم، وقت بيصيروا بيخترعوا الكمبيوتر وبرامج كمبيوتر وبينتجوا ما يستهلكونه.
هذا التقدم الذي أنتم فخورين به هو ثمرة وجود رزق رباني، خلنا نقول يعني ثروة نفطية لم نساهم نحن بعملنا وفكرنا في إنتاجها. عندما نساهم بعملنا وفكرنا في إنتاج ما يرفع من مستوى معيشتنا ويحسن شروطها، منكون تقدمنا. ما عدا ذلك نحن نستهلك تاريخنا ونستهلك أرضنا ونستهلك ريعنا ولا نتقدم على الإطلاق، وإنما حولنا الحداثة إلى جادجت، إلى بضاعة استهلاكية. نحن مجرد مستهلكين اليوم في العالم، وهذا حتى لو عظم نوع الاستهلاك فهذا لا يعبر عن أي تقدم، لأنه لا أعود مرة ثانية لا يعني يفيد إلا فئة قليلة من السكان حتى في البلدان الغنية من بلداننا. هلا السؤال، لماذا لا يحترم حقوق الإنسان في الشرق؟ بالحقيقة مش فقط حقوق الإنسان لا تحترم، لا يحترم الإنسان. لماذا لا يحترم الإنسان؟ أنا بالحقيقة عم أطرح أسئلة عليكم جميعا، لماذا لا؟ لأن النخب الحاكمة عودت شعبنا على أن الإنسان غير محترم، وأن إهانة أكبر رأس كما يقولون في بعض البلدان ليس أمامها أي شيء. نحن نهين الناس مش لأنه قاموا بذنب، معظم البلدان نهين حتى يشعروا أنهم هم أذلاء ويخضعوا. لماذا يحتكر الحاكم السلطة ولا يقبل بتداولها؟ لأن احتكار السلطة الثمن له مقابل كبير جدا، هذه مشكلتنا الرئيسية. وحتى احتكر السلطة يجب أن أحرم الآخرين من حقوقهم، لأن السلطة جزء من حقوقهم. هذا الحق الرئيسي، أن يشاركوا وأن يكون الوطن سواسية، أن يكون الوطن مشاركة للجميع. عندما أرفض مشاركة الآخرين وأقول هذا الوطن وطني أنا أقرر فيه، وأنتم أقدم لكم بعض الأكل إذا 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 كان عندي أموال، هذه ليست مشاركة، هذه أقطعة للأوطان، أقطع من معنى الإقطاع. نحن في طريق أقطعت بلداننا، وحقيقة كل بلد لديه نخبة بتعتبر أنه هي البلد هو ملكة وموارده هي ملكة، وهي تتصرف بهذه الموارد دون أن تأخذ مشورة للآخرين. نحن ينبغي إذا أردنا احترام حقوق الإنسان أن نحترم أول حقوق مشاركة الإنسان في السياسة، مشاركة الإنسان في الاقتصاد، في الرأي، حرية التعبير. هذا جزء أساسي من أي نظام، وليس هناك مبرر اليوم لأن لا تكون هناك الملكيات دستورية. كل الملكيات تستطيع أن تستمر بالتحول إلى ملكيات دستورية، والجمهوريات إلى جمهوريات، إلى دول قانونية تحترم مواطنيها. هذا هو العلاج، ما عندي علاج ثاني. العلاج ما عندي ولا عند المثقفين. المثقفين شغلتهم أنهم يبلوروا، يوضحوا بشكل غير واضح للمواطن أحيانا بعض الأمور التي تحصل، التيارات، النزعات، الصراعات، يعطوها معنى، يبينوا معناها. لكن الجواب يأتي دائما من الشعوب نفسها. الشعوب نفسها تدرك مصالحها، تدرك حقوقها، تدرك أهمية أن تبادر هي أيضا. العلاج هو أن نتقدم نحو نظم مجتمعية، يعني سياسية واقتصادية وفكرية تتطابق مع معايير الإنسانية كما يحددها عصرنا اليوم. الإنسان كي يكون إنسان اليوم لازم يكون حر، لازم يكون متساوي مع الآخرين، ما في ضده تمييز، لازم يكون محترم، لازم يكون عنده حق في المشاركة في تقرير مصيره. هذا العلاج. شكرا دكتور غليون، وشكرا على يعني سعة صدرك وعلى هذه الأسئلة والأجوبة. الحوار معك يزداد شوقا يعني، ف وأعتذر من الذين لم يتسنى لهم طرح الأسئلة، إنما داهمنا الوقت. ندعوكم إلى استراحة قهوة ونستأنف الساعة 5. شكرا.